صباح الخير والورد والفل والياسمين على احلى مشاهدين. بنقابل حضراتكم في يوم جديد مليان بالامل والسعاده والبهجه. هنتكلم عن افريقيا، هنتكلم عن القاره اللي احنا عايشين فيها، هنتكلم كمان عن لغتنا العربيه، اللغه اللي بنتكلمها، ازاي افريقيا بتكلم عربي. دي المبادره اللي هنناقشها النهارده من خلال لقائنا مع ضيوفنا. كمان هنفطر مع بعض فطار صحي وخفيف وظريف وسريع وطعمه حلو كمان. بس الاول هنبدا حلقتنا مع حضراتكم زي كل يوم باغنيه نبدا بيها يومنا ونتفائل ونرجع مره تانية. علشان يا حبيبي وشك حلو عليا، بقدومك بستبشر زي قدوم العيد، وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد. بقدومك بستبشر زي قدوم العيد، وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد. وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية، وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية، بلقى الدنيا بحالها ضحكت من حواليا، بلقى الدنيا بحالها ضحكت من حواليا. وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. انا بقول لبابا وشك حلو عليا لو شفت الصبحيه، اولادي وشهم حلو عليا لما بشوفهم الصبحيه. بقول لهم وشك حلو عليا لما اشوفك الصبحيه لاولادي. وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا، اللي بشاهده في بعدك او غمضت عيني. وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا، اللي بشاهده في بعدك او غمضت عيني. اقول لي ابني وشك حلو عليا لو شفتك الصبح. اقول وشك حلو عليا الصبحيه لزملائي وزميلاتي. واللي تأثر فيا تقطيع المصريه. رجعنا مع حضراتكم علشان نحضر الفطار. النهاردة هنعمل سلطة تونة بالمايونيز وبالتوست كمان. المقادير هتكون معانا حالا على الشاشة. كل اللي هنستخدمه علبة تونة أو أكتر حسب العدد، معلقتين مايونيز، ليمونة، فلفل ألوان، كل الألوان اللي احنا حابينها، بصل وطماطم وجرجير أو بقدونس، ده للديكار يعني. اول حاجه عملتها ان انا مسكت التوست وسخنته في التوستر
او حمصته شويه عشان يبقى ناشف، ما يبقاش طري زي التوست العادي، عشان هنفرد عليه بعد كده التونه وهتتعمل سندوتشات. وجايبه لحضراتكم معايا العصافير بتاعتنا. العصافير دي احنا بنستخدمها، ده توث بيك بنزوق بيه شكل الساندوتش بتاعنا. هنبدا نعمل ايه؟ اول حاجه هنقطع الفلفل، وزي ما قلنا قبل كده ان الفلفل الالوان فوائده كتيره جدا، غير ان هو شكله مبهج وبيبقى لما بيتحط على سلطه بيكون الوانه حلوه كده، الواحد لما ياكل طبق كله الوان بيبقى سعيد وهو بياكل. لكن الفلفل الالوان فيه نسبه عاليه من الكولاجين، وكمان فيه نسبه عاليه من الفيتامينات، مجموعه فيتامينات A وB وC. يعني اللي هياكل فلفل حتى لو بيتاكل كده من غير سلطه هيستفيد جدا من الفوائد اللي فيه. السيدات كمان اللي بيحتاجوا انهم يستعملوا كريمات بالكولاجين عشان بشرتهم، لو كلوا الفلفل الالوان هيكون فيه كولاجين طبيعي، جسمهم وبشرتهم هيستفيدوا منه. قطعت حته كده من الفلفل الاصفر، هنقطع احمر. احنا محتاجين في السلطه دي ان احنا نصغر المكونات على قد ما نقدر، لاننا هنحطها بعد كده فوق التوست، فلو كانت الخضار اللي مقطعينه متقطع كبير هيفصل من بعضيه، لكن كل ما كان متقطع صغير كل ما هيدوب كله في بعض وهيتفرد على الساندويتش او على التوست. احنا النهارده عملناه بالتوست البني على اساس ان هو يعني وجبه للي عايز يعمل دايت او اللي مش عايز يتخن قوي، فالتوست الغامق بيكون سعراته الحراريه اقل عن التوست الابيض. في كمان ممكن ان نفس السلطه بتاعتنا تتعمل وما تتاكلش بتوست اصلا، تتاكل بس كده بالشوكه، او تتعمل سندوتشات للولاد في المدرسه، او برضو لو حد نازل رايح الشغل ومحتاج ان هو ياخد معاه يعني بريكفاست بوكس كده هيحط فيها الطماطم. بقى بتبقى محتاجه سكينه حاميه قوي، بس السكينه الحاميه قوي بتبقى محتاجه حد بروفيشنال ان هو يستخدمها، فالسكينه بتاعتنا نص نص عشان خاطر ما يحصلش اي اصابات. فالطماطم برضو محتاجه انها تتقطع صغير قوي قوي قوي، ويفضل ان الطماطم تكون جامده زي ما الاستاذه ساميه المخرجه بتقول لي حالا، ان الطماطم اللي بتتعمل في السلطه يفضل انها تكون اجمد حاجه عشان خاطر ما تتهرس واحنا بنعملها في السلطه. كمان بنستخدم الشيري توميتو، موجوده في الاسواق وبتكون شكلها حلو طعمها حلو. لو هي شيري توميتو فانا مش محتاجه ان انا اقطعها صغير، يعني مجرد ان انا همسكها اقطعها كده اربع تربع هتبقى شكلها حلو، وهتتحط بقى ديكور مش هتخش جوه التونه قوي عشان مش هينفع في الساندويتش. كده احنا قطعنا طماطم وفلفل لونين، الفلفل النوع الثالث. طبعا احنا ممكن نقطع الفلفله كلها، بس احنا الحقيقه الفطار بتاعنا سريع وبنحاول ان احنا بس نوري حضراتكم نموذج للفطار، فعشان كده بنستخدم يعني جزء من المكونات عشان بس حضراتكم تشوفوا الشكل النهائي، وفي نفس الوقت عشان طبعا برضو زي ما حضراتكم عارفين ان انا على طول باكل الفطار اللي انا بعمله، فيدوب كده كفايه عليا قوي النهارده. بس هنعمل التونه، هنعمل جزئين، هنعمل جزء هنحط عليه المايونيز، وجزء عشان الاستاذ شنوده مدير التصوير صايم فمش هنحط مايونيز على التوست بتاع الصايمين، لكن الفطرين هياكلوا توست بالمايونيز عادي وهياكلوا تونه وهيعيشوا حياتهم. فمحتاجين ان احنا نقطع البصل، ده على فكره ممكن يكون بصل عادي، بس انا بفضل في السلطه ان احنا نقطع البصل الاخضر لانه بيبقى طعمه حلو وريحته حلوه، وبستفيد كمان بفروعه الخضراء. وعايزه اقول لحضراتكم ان انا عندي في البيت انا زرع البصل الاخضر. البصل الاخضر زراعته سهله جدا، احنا بنحط البصلايه في ازازه ميه صغيره، بتبقى البصله طالعه من الازازه، بتبقى بس الطرف البصله الفروع بتاعتها اللي تحت هي اللي في الميه. لو ده حصل هتلاقي البصله بتنبت من فوق البصل الاخضر، ده فروع خضراء بتطلع من فوق البصله، ولما بتحتاجيها في المطبخ بتقصيها بالمقص، فبيبقى عندك بصل اخضر فريش تقدري انك تستخدميه في الطبيخ، وفي نفس الوقت انت عاملاه في البيت زرعاه في البيت، فبيبقى حلو قوي، وخصوصا
مش على طول بتلاقيه في السوق او لازم تنزلي تشتري، لكن لو انا زرعاه هقصه بالمقصة وبعدين هيطلع تاني. احنا اللي عملناه دلوقتي السلطة، بصوا الالوان شكلها حلو ازاي، يعني الفلفل الاصفر وبعدين الفلفل الاحمر والطماطم والبصل والبصل بقيته الاخضر ده، فكده هايلة 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 هايلة. هنعمل ايه بقى بعد ما حطينا كل الالوان؟ هنعمل الليمونة، هنعصر نص الليمونة على الخلطة دي كده، وبعدين هنضيف التونة، مفيش حاجة ناقصة، هنضيف التونة كلها. طبعا لو العدد اكبر ففي الحالة دي بنستخدم علبتين تونة او علبة تونة كبيرة. هنفضل بقى نقلبها شوية كده لغاية ما كله يخش في بعض دي والتونة تفرفط عشان بتبقى ملزقة في بعض. طبعا اول حاجة عملناها ان احنا لما مسكنا التونة صفناها من الزيت بتاعها، الزيت اللي بيبقى على التونة ده مش مفضل ان هو يتاكل، ده بيبقى للحفظ اكتر، فمحتاجين ان احنا في ناس كمان اللي بيعملوا دايت او بيلعبوا رياضة بيمسكوا التونة دي يشطفوها من الزيت، بتحط في مصفى كده وتشيل عليها حنفية لمدة دقيقة فبتتغسل من الزيوت بتاعتها خالص وتبدأ انها تتاكل تكون صحية، ده غير ان في تونة لايت في الاسواق. احنا كده قلبناها، هنعصر بقى نص الليمونة التانية بعد ما حطينا الكلام ده كله كده. وزي ما اتفقنا ان احنا هنعمل الاول واحدة توست للأستاذ شنودة من غير مايونيز، هنحط كده هتتفرد، هي دي مش هتبقى يعني مفرودة قوي لان المايونيز الحقيقة هو اللي بيلزقها في بعضها اكتر، بس هنحط كده وهوري حضراتكم الشكل النهائي بعد ما اضيف المايونيز، بس حضراتكم تخرجوا تشوفوا ابتكارات فنية في المطبخ ونرجع نشوف شكلنا النهائي. ده طبق الفطار بتاعي، وحطيت لحضراتكم كمان عودين جرجير، ودي العصافير اللي احنا بنزوق بيها سندوتشاتنا دايما لما بنعمل التوست، موجودة في محلات الادوات المنزلية بكل الاشكال، بس احنا حابين في طعم البيوت ان احنا نحط العصافير هي اللي على التوست، فيعني ممكن كل توستاية كده معاها عصفورتها ملونة. ده طبق السلطة بتاعنا اللي عملناه بشكل مختلف في نفس الوقت تغيير، الاطفال هيحبوه والكبار هيحبوه، ممكن نضيف ليه اي اضافه احنا عايزينها، لو عندنا السويت كورن الذره الصفراء ممكن احنا نضيفها برده وهتكون شكلها حلو هتزود الالوان. ده فطرنا بالف هنا وشفا، ان شاء الله يعجب حضراتكم. دلوقتي هنحضر لضيوفنا اللي هينورونا، الدكتور عبد الراضي محمد محسن عميد كليه دار العلوم جامعه القاهره، والاستاذه اميره ناصر رئيس اتحاد الطلبه بكليه دار العلوم، وكرم محمد نائب رئيس اتحاد الطلبه. هنشوف قصه ان رئيس اتحاد الطلبه بنت والنائب بتاعها ولد، خلينا نتكلم عن الموضوع ده اكتر لما نشوف ضيوفنا. دلوقتي احنا هنعمل لهم مشروب ساخن، وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا في حلقاتنا قررنا اننا ما نشربش ضيوفنا الصبح شاي، نشربهم مشروبات صحيه، عشان كده احنا محضرين لهم النهارده كركديه وينسون ونعناع، وبرده محضره لحضراتكم شويه معلومات كده عن التوابل والبهارات والمشروبات اللي بنشربها في البيت. يعني مثلا الكركم مفيد جدا لالام المفاصل والحمو اللي بيبقى في المعده، الكرفس بيعالج النقرس، البقدونس مضر للبول وبيعالج امراض الكلى وكمان بيخلصنا من الاملاح اللي في الدم، كمان بذور الكتان دي فاتحه للشهيه، لو حد مش عايز يعمل دايت ونفسه مش مفتوحه قوي للاكل ممكن يشرب او ياكل بذور الكتان، الهيل اللي هو الحبهان ده بيعالج الصداع ومسكن للالام كمان، الحلبة مضرة للحليب، السيدات اللي عندهم فترة رضاعة ممكن انهم يشربوا الحلبة، ده غير انها برضو فاتح للشهية، الجنزبيل او الزنجبيل ده بيخلينا نخس. دي مجموعة من المعلومات عن الحاجات اللي موجودة في البيت يمكن نكون ما بنستخدمهاش قوي او بنستخدمها ومش عارفين فوائدها.
هنخرج مع حضراتكم دلوقتي في تقرير نقدم من خلاله الملتقى الثاني للمبدعات العربيات، أقيم في المجلس الأعلى للثقافة وفيه كان تكريم لمجموعة من السيدات. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة ثانية.